صعيدي في الأرض اليابانية. علي أحمد الجرجاوي، إنه الصعيدي الذي قام بفتح اليابان ببساطته وإصراره على إيصال تعاليم الإسلام بسهولة ويسر. علي الجرجاوي الذي أسلم على يده ما يقرب من 12 ألف ياباني في الفترة التي قضاها في بلاد اليابان، وهي 32 يوماً. سنتحدث اليوم عن قصتي التي تتميز بالبساطة والإصرار، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضاً لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. علي أحمد علي القرعاني الجرجاوي، أو الشيخ علي الجرجاوي، من أوائل من وطأ قدمه في بلاد أقصى مشارق الأرض. عام 1906 كانت البداية، عندما قرأ الشيخ الجرجاوي في إحدى الصحف بأن رئيس وزراء اليابان كاتسورا بصدد القيام بمؤتمر ديني عالمي ضخم يتحدث فيه أهل كل دين عن قواعد وأصول دينهم وفلسفته، وقام بإرسال على أثر المؤتمر خطابات رسمية إلى دول العالم ليرسلوا إليهم علماء وفلاسفة من كل الأديان حتى تختار اليابان بعد ذلك ما يناسبهم من هذه الأديان ليكون دينا رسميا للإمبراطورية اليابانية. فاليابان بعد انتصارها المدوي على الروس عام 1905 قرروا أن معتقداتهم الأصلية لا تتفق مع تطورهم الحضاري وعقليتهم ورقيهم المادي والأدبي، فقرروا أن يختاروا دينا يكون ملائما للمرحلة المتطورة من تاريخهم. وفي حينها قرر الشيخ الجرجاوي، والذي تحمس جدا لهذا الإعلان، أن يسافر مع البعثة المصرية، ولجأ إلى شيوخ الأزهر والذين كانوا على النقيض تماما، فلم يجد سوى الإحباط وبعض العبارات التي تعبر عن رأي أصحابها في عدم الاقتناع بالسفر، فقرر أن ينقل الخبر إلى صحيفة الإرشاد، وهي الصحيفة الخاصة به، والتي كان قد تم إنشاؤها عام 1899. وكتب الشيخ الجرجاوي نداء للشيوخ بالانضمام إلى البعثة المسافرة إلى اليابان حتى يتحدثوا عن الإسلام وتعاليمه ومبادئه، ولكن لا حياة لمن تنادي، فلم يهتم أحد بهذا الإعلان. وفي المقابل ازداد الشيخ إصرارا وعندا ولم ييأس بسبب ما وجده، فقد باع الشيخ الجرجاوي الخمسة أفدنة وهي كل ثروته ليستطيع أن ينفق على مغامرته لليابان. ليسافر الشيخ بعد رحلة بحرية طويلة من الإسكندرية إلى إيطاليا، ومنها إلى عدن، ثم اليمن، ثم الهند، ثم كولومبو في جزيرة سيلان، ومن هناك إلى سنغافورة، ثم هونغ كونغ، ثم الصين، ليصل أخيراً إلى اليابان بعد رحلة طويلة رأى من خلالها الأهوال والمصائب. وجد الشيخ الجرجاوي شيوخاً من بلاد عدة مثل الهند وتونس والصين وروسيا، جميعهم أتوا على نفقتهم الخاصة أيضاً حتى يباشروا نقل تعاليم ومبادئ الإسلام، فاجتمعوا جميعاً بجانب الوفد الذي أرسله الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني، وكونوا وفداً مكوناً من جميع المسلمين من شتى أقطار العالم ليحمل كل شيخ من الشيوخ رسالة الإسلام ليتم توصيلها إلى الإمبراطور الياباني. حقق الوفد الإسلامي شهرة واسعة، بل وأسلم في طوكيو الآلاف على أيدي الوفد الإسلامي، وكاد الإمبراطور أن يسلم على يد الشيخ الجرجاوي بعد أن أبدى إعجابه بالإسلام، ولكنه خاف على كرسيه الإمبراطوري بعد أن احتج الشعب على ذلك المؤتمر. وفي وقت من الأوقات أخبر الإمبراطور الياباني الشيخ الجرجاوي، إذا وافق الوزراء على تغيير دين الآباء فإنه سيختار الإسلام بلا أدنى شك، فيعود إلى المحروسة بعد أن أسلم على يده أكثر من 12 ألف ياباني، فيقرر أن يصف رحلته العجيبة من خلال كتاب صنف أنه أدب الرحلات أسماه الرحلة اليابانية، سرد من خلاله القصص الممتعة وغرائب الحكايات التي عاشها في رحلته الدعوية إلى اليابان. رحم الله الشيخ الجرجاوي واحد من أبناء الصعيد الذين أخذوا العهد على نشر تعاليم الإسلام ومبادئه.